واش الخوت ما ناكلش يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت نكلمكم على العمله الورقيه، الناس اللي كتقطع لهم العمله هذه، سواء كانت 400 ريال 1000 ريال 100 درهم ولا 200 درهم، الناس اللي كتقطع لهم سواء القهوه ولا تقطعات ولا بهال بهال، يعني الا تقطعت لك في هذا الربع هذا اللي من هنا ديها في راسك وزيدها يعني للرصيد المعرفي ديالك، الا عندك هذا الربع هذا اللي من هنا ما كتصور حتى لعبه واخا تديها للبنك. الا عندك النص ديال العمله من لهنا لهنا، يعني النص ديال العمله هما كيقدروا عندهم واحد الماكينه، دونك من لهنا لهنا كتعوض بالنص ديال العمله اللي في يدك. كانت عندك 20 درهم كتشد 10 درهم، كانت عندك 50 كتشد 25، كانت عندك 100 كتشد 50، كانت عندك 200 درهم كتشد 100 درهم. دونك انا اللي كانت عندي هذا المصيص كنشد 100 درهم، ولا عندو مصيص الاخر حتى هو كيشد 100 درهم، والسريد اللي مكتوب هنا مع هذا كيلاقيوه، البنك ما ضاعتش، الا جاب لها هذا النص وهذا النص راه ما ضاعتش في العمله صافي، واخا يجيب لها غير هذا المصيص وما جابلهاش هذا النص الاخر، الا عوضاتك ب 100 راه كتمشي تخرج هي وحده بحال هذه، نهار كيجيب لها هذاك المصيص الاخر كتعطيه 100 درهم ديالو صافي، سواء لقيتيها ولا تقطعات ليك ولا دبر راسك، انا ما عارف شنو هذا، لكن هذا الشيء اللي معمول به حاليا. بالنسبه للناس اللي عندهم النص الكبير من لهنا وانت طالع كيعوضوك في العمله كامله، يعني عندك هذه تقطع لك هذا الربيع هذا كيعطوك 200 درهم، وكما قلنا اللي عند اللي لقى هذا الربيع هذا لقى الزنقه ديالك ولا مثلا ولا راه ما كيتعوضش فيه صافي. نعاودو، عندك هذا الربيع الصغيور ما كتعوضش فيه الا كان في يدك، الا كان في يدك النص ديال العمله كتعوض في النص ديال العمله نيت صافي، كان عندك النص الكبير كتعوض في العمله كما هي، يعني 200 كتعوض في 200 درهم، ديتي لهم 400 كتشد 400 صافي، والربيع اللي كيشط هنايا راه ما كتعوضش فيه صافي، باش تكونوا متفاهمين. دونك بارطاجيوها مع العشرين ديالكم وزيدوها الرصيد المعرفي ديالكم، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك واعجاب وتعليق. تشاو تشاو.